تأمل دور السينما التي أعادت فتح أبوابها في الهند بعد قرابة 7 أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد استقطاب الزبائن، بالرغم من كل المصاعب التي تقيدها من أفلام قديمة وكمامات إلزامية ومقاعد محدودة وقائمة مأكولات مصغرة في الصالات. But of course, the very fact that maybe even half of India, if the cinemas are reopening after a shutdown of 7 months, I think it's momentous. ولم تنجو صلاة السينما في العالم أجمع من شر الوباء، لكن في الهند حيث تكتسي السينما أهمية خاصة مع نجومها المحبوبين جدا من جماهيرهم الكبيرة، اهتزت أسس ثقافة بكاملها. فبوليوود التي أفجعها رحيل أسماء بارزة في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا أو السرطان أو الانتحار، وطاولتها اتهامات بانتشار تعاطي المخدرات في رحابها، هي بأمس الحاجة إلى أنباء حسنة. لكن ليس في يد القطاع السينمائي الأكثر إنتاجا في العالم حيلة سوى الصبر. No, Indians are very keen to go back to the cinemas, but any human being also fears for his life. And since the coronavirus cases haven't really subsided to such a level that people will feel safe and secure, there is hesitation, there is apprehension, there is anxiety. ويتزامن افتتاح الصالات مع قياس حرارة المشاهدين عند المدخل وإبقاء نصف المقاعد فارغة التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي.